أولا ببداية أذكر الإخوة المواطنين مواطني ولاية بسكرة أنه لا داعي للقلق والفزع. فهذه الحالات الثلاث الذي تم استشفاؤها على مستوى حالتين على مستوى الدكتور سعدان مستشفى الدكتور سعدان بعاصمة الولاية، والحالة الثالثة تم استشفاؤها على مستوى مستشفى ولا جلان. قلت لا داعي للقلق والفزع، لماذا؟ لأن هذه الحالات الثلاث لم تصل إلى حالات مشتبه فيها، وإنما هذه الحالات نظرا لاحتكاكها بالرعية الإيطالي الذي تأكد إصابته بفيروس كورونا، نظرا لاحتكاكها بهذا المعني بالأمر بالإيطالي وبإرادتهم هم الثلاث، تقدموا إلى المصالح الصحية بولاية بسكرة للنظر في قضيتهم الصحية. ونظرا لاحتكاك بعد سماع أقوالهم ونظرا لاحتكاكهم بالمعني بالأمر تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضعهم في الحجر الصحي أي في قاعات معزولة، واخذنا عينات من الدم تاعهم ورسلناها إلى معهد باسور للتأكيد أو نفي إصابتهم بفيروس كورونا. إذن هي مجرد حالات تم احتكاكها بالرعية الإيطالية، إذن لم تصل إلى حالات مشكوك فيها كذلك، ما عندها دي كاسوس بي. علاش كنقولوا دي كاسوس بي؟ ربما في بعض الحين تظهر بعض الأعراض، وبالتالي لابد من تأكيد ذلك عن طريق التحليلات المخبرية. هذه مجرد احتكاك، واليوم هذو الثلاث اللي راهم في الحجر الصحي يتمتعون بصحة جيدة، إذن لا داعي للقلق والخوف.